الاقتصاد البريطاني نما العام الماضي بأسرع معدل له منذ الأزمة المالية. مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الناتج المحلي الإجمالي نما في بريطانيا بواقع 17 نقطة مئوية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2013. النمو العام بأكمله سجل 1.19 نقطة مئوية من 13 نقطة في 2012، فيما يعد أسرع معدل منذ عام 2007. النمو الربعي السريع الذي يتجاوز الاتجاه للمدى الطويل في بريطانيا يدعم التوقعات المشرقة لعام 2014، مما يعزز التكهنات بشأن موعد رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.